السلام عليكم حباباتي صحباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم مزيان؟ كلشي بخير. المهم اليوم جيت نوجد معاكم واحد الكاليت اللي غيكون بالحليب، ونتمنى والله يعجبكم. والمقادير كالتالي: عندنا كاس الزيت، كاس الحليب، كاس السنيده، المهم ما تكونش سنيده بزاف على حساب، حيت كاينين معنا 2 معالق ديال العسل. عندنا 2 بيضات، فاني، 2 خمارات، والدقيق على حسب الخليط، المهم تقريبا شي 500 غرام ديال الدقيق. نبداو على بركة الله في البيض، طربو البيض مزيان، ضيفو مع السنيدة. كنديرو الفاني، طربو مزيان. كنزيدو الزيت زائد الحليب، نخلطو مزيان وندمجو لينا مع العصير كله. من بعد كنزيدو العسل ديالنا، تقريبا 2 معالق ديال العسل. العسل هو اللي كيعطي واحد اللذة في هاد الكاليط. كيعطيهم حتى اللون صافي. من بعد كنزيدو الدقيق، كنجمعو بيه العجين صافي. كنزيدو الخميرة، نزيد بشوية بشوية حسن من الماء. من بعد كنديرو الخمارات، كنديرو 2 خمارات. انا الدقيق راني مغربله. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال العجين ديالنا ديال الجاليت. ومهم دابا غنديرو الطبق في الفران، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش جا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الكاليت ديالنا، ها هو كيجي رطب وزوين ومقطر من الداخل. هذاك الحليب كيرطب. كنتمنى من الله تجربوه ويعجبكم وديروه لوليداتكم في الفطور ان شاء الله.